نجي احدى الفقرات الحلوه اللي هي الدرجات. خلينا نحكي عن هدول بصفحه لحالها. خليكم لنفرض انه في عندي بي اكس تساوي اكس مربع زائد 7. شو درجه بي اكس هون؟ شو درجه بي اكس؟ 2. طب شو درجة ب مربع اكس؟ 4. ليش؟ لأنه الدرجة هي 2 للتربيع، شو صارت؟ طب شو درجة ب اكس مربع؟ 4 نفسها. ليش؟ ب اكس مربع راح تعال نعوض، راح استبدل كل اكس بمين؟ باكس مربع، صح؟ راح يصير عندي اكس مربع للتربيع زائد 7، يعني شو صارت اكس بالاس؟ 4. لو كان عندي كيو اكس تساوي اكس مكعب زائد اكس، طبعا هون شو درجة الكيو؟ 3، صح؟ السؤال شو درجة البي اكس ضرب كيو اكس؟ يسرى يسرى وي ام ضرب الكس، ضرب القوى جمع الاسس، صح؟ 2 و3 اصلا لو ضربتهم راح يطلع معي اكس بالاس 2 ضرب اكس بالاس 3 اكس بالاس 5. ولكن هلا مشان يصير كلامي يسرى، صح؟ ولكن لو جمعتهم شو راح يطلع الاس؟ اس الكبير، مين الكبير فيهم لهدول؟ انا راح اجمعهم، يعني هيك راح يصيروا اكس مكعب زائد اكس مربع زائد اكس زائد 7، جمعتهم مين الكبير؟ 3. اما وقت ضربتهم فمين طلع معي اكبر واحد؟ هو اكس في الاس 3 ضرب اكس في الاس 2 اكس في الاس 5. بالضرب بنجمع لكن والجمع بناخذ الاكبر. وبالطرح وبالطرح نفس الشيء، تمام؟ بالقسم طرح، يعني بالقسم عكس الجمع. لو قلنا هي درجة بي اكس على كيو اكس شو بتطلع؟ اكس في الاس 3 تقسيم اكس في الاس 2 ضل درجة قد؟ 1. اتفقنا؟ هذول كلهم مثل الضرب الطرح؟ نحل التمرين التاسع وننزل بنزول لتحت. أنا راح أفرض بداية لحتى أقدر أحل التمرين إنه درجة بي إكس هي إم ودرجة كيو إكس هي إن، فأنا راح يكون عندي بي ام مربع. شو هي درجة بي ام بي ام للتربيع او بي اكس التربيع؟ شو هي درجته؟ ما اخذنا بشوي 2 ام، صح؟ تنضرب ب 2، يعني شو بتصير هون؟ 2 مي. الضرب شو بصير مثل ما اتفقنا بشوي؟ جمع الكيو اكس قد الدرجة تبعها؟ ان مثل ما اتفقنا. البي اكس شو درجته؟ ام. الكيو اكس شو درجته؟ ان. والعلاقة بيناتهم قسمي القسمي شو بتصير؟ طرح، صح؟ طرح بجمع 3M شو بتساوي؟ 9. وين وين 2 وين 1؟ شوف ارجعي على الصورة اللي بعت لك اياها بجوز توضح الامور عليك. درجة او ام مش قد طلعت 3 اللي هي درجة مين؟ درجة بي اكس، هو اللي بدي اياها درجة بي اكس. كفي بدون ما ارجع عيد الفرض، خلص البي اكس هي ام، معناتها هون شو بكتب بدالها؟ مين بيعرف؟ 3 ام. الضرب شو بتصير؟ جمع الكيو مربع شو بتصير؟ 2 ان. شو بيعطوني؟ 16. القسمة مين هي؟ طرح ام ناقص ان شو بتساوي؟ 2. واحد الامثال بضرب هون ب 2 بتصير 2 ام ناقص 2 ان شو بتساوي؟ 4. بجمع بيطلع عندي 5 ام بتساوي 20، معناتها ام شو بتساوي؟ 4. هو شو بده هلا؟ شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك قال بدي درجة بي اكس مربع،
بأجزاء اتنين بصراحة. أيوة نفس الشيء، يعني أنا هذا لو جيت ضفت له هلأ خمسة شو بصير درجته؟ نفسها لساتها اتنين، لو جيت لهون ضفت اكس مربع شو راح تضل الدرجة؟ نفسها، لو ضفت خمسة شو راح تضل الدرجة؟ نفسها. فهو هون عم بيقول لك استبدل كل اكس باكس زائد اتنين، فما تغير الموضوع، ضلت درجته هي نفسها. ايش قد الدرجة طلعت معي انا؟ اربعة، فدرجته هي اربعة. فهنا كفي تسلي، معلش بسام صعبات ولا اخلاق منه. ثلاثة اكس اذا ضربت عدد بثلاثة راح تفرق، يعني انا لو جيت لهون وضربت هذا بثلاثة تفرق شيء؟ ما تفرق معي. بعد هذا راح يضل ان صح؟ مش قادر اكون مجموعة سبعة. البي اكس راح تضل ان، بس هون شو راح تصير هاي؟ 2 ان. شو بتساوي؟ هلا بطرح ام وام بتروح ان، شو بتطلع ان؟ خمسة صح؟ مو لا مو خمسة، 2 انا اسف. اذا كانت ان 2 فشو بتكون بالحالة هاي ام؟ خمسة. فهو عمل لك درجة بي 3، 3 ما بتهمني. درجة بي اكس، درجة بي اكس؟ خمسة. تمام؟